ولقراءة تداعيات السياسية والقانونية للقرار الألماني تصنيف منظمة أو تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، ينضم إلينا عبر الهاتف من دورتموند عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارسلي. دكتور جمال، بداية مرحبا بك. ما هي أسباب هذا القرار دكتور جمال، اعتبار ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية؟ طبعا نحن نعرف ان القسم حزب الله منذ عام 2013 في كل الاتحاد الاوروبي تم تصنيفها من الناحيه العسكريه او الذراع العسكري لحزب الله انه منظمه ارهابيه، والان تم تكمله ذلك بان حتى الذراع السياسي كذلك هو منظمه تابعه لمنظمه ارهابيه. ونصور يعني افعال حزب الله وما تقوم به في كل من دول العالم، ان كان في العراق، ان كان في اليمن، ان كان في سوريا، النشاطات المشبوهه التي يقوم بها هذا الحزب او النشاطات التي يجمع منها عن طريقها الاموال ويرسلها الى الحزب لكي يقوم باعمال ارهابيه، كلها ادت ان يتم اخذ القرار بان هذا الحزب هو حقا هو حزب ارهابي ويجب ان يصنف ارهابيا. وصور اوروبا والمانيا وكثير من الدول يعني انتظرت كثيرا، وهذا الموضوع كان يعني منتظرا منذ مده، وانا اتصور اتى يومه، وهالصور هذا اليوم يعتبر يوم اسود في تاريخ حزب الله، لانه حقا الان يضعه في حدوده ويضعه تحت المراقبه والمحاسبة بآل طيب واحد. دكتور جمال، جاء في القرار الألماني أيضا بشأن اعتبار حزب الله منظمة إرهابية أن الحكومة الألمانية لن تفصل بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، ماذا يعني عدم الفصل هذا؟ نعم، كما قلت في السابق كان مفصولا، كان في السابق القسم العسكري كان يعني مصنفا إرهابيا، الآن حتى القسم السياسي أصبح مصنفا إرهابيا ولا وعدم الفصل، لأن هذا الذراع السياسي الذي هو حقا يجمع الاموال ويدعم الذراع العسكري لحزب الله، فاذا الان هو يعتبر الان حزب الله كله منظمه ارهابيه، وهو طبعا قام به، اريد ان اذكر في عام 1992 عندما قام حزب الله في عمليه ميكونوس في مطعم في برلين وقتل 4 معارضين ايرانيين مثلا، او كثير من العمليات الارهابيه التي يقوم فيها، حتى قناه المناره التي من عام 2008 هي تحت المراقبه وتحت وضعها كمؤسسه ارهابيه، فاذا الان الحزب هو بشكل كامل تحت المراقبه، وكل شيء كل شعار طيب. هو صراحه هذا القرار بس اخر جمله، هذا القرار يقول منع نشاط يعني نشاط اي عمل يقوم فيه مثلا يشير الى حزب الله، ان كان مثلا سمبول او مثلا نموذج او اي اشاره تشير الى حزب الله يعتبر عملا ارهابي وسيلاحق من يقوم بذلك. الى اي مدى تتوقع ان يستجيب الاتحاد الاوروبي لمطالبات المانيه ضمن نفس القرار دعت فيها الاتحاد الاوروبي جميع الدول الاوروبيه الى اعتبار حزب الله منظمه ارهابيه؟ نعم، نحن نعرف بان كل الاتحاد الاوروبي الان الذراع العسكري في كل الاتحاد الاوروبي مصنف ارهابي، طبعا وهذا على العمليه التي قام فيها حزب الله في بلغاريا في عام 2012، الان طبعا هناك كما ذكرتم في تقريركم في انجلترا هي مصنف ارهابيا يعني القسمين اللي كان العسكري والسياسي، في امريكا، في كندا، في هولندا وفي دول اخرى، فاذا الان المانيا تطالب الدول الاخرى ان يتم تصنيف حزب الله كاملا ان كان الذراع السياسي او العسكري بانه منظمه ارهابيه، وانا اتصور عندما المانيا تقدم على هكذا خطوه فان اتصور الدول الاخرى ستتبعها، وكما يقال الان فرطت المسبحه والان ستتداعى الخرزات او تسقط وحده تلو الاخرى. وأصور نعم. هذا اليوم آتي لا ريب فيه بأن يكون نعم. حزب الله في كل مكان في الاتحاد الأوروبي مصنف كمنظمة إرهابية ويتم ملاحقة أعضائه بأقصى العقوبات. من دورتموند عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارسلي، نشكرك شكرا جزيلا.